أنا بصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لاستقبال بعثة الحج التابعة لقوة دفاع البحرين بمناسبة مغادرتها إلى الأراضي المقدسة، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 22 من أغسطس لعام 2017 بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين. وبهذه المناسبة رحب سعادة رئيس هيئة الأركان ببعثة الحج، ونقل لهم تحية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله. ووجه سعادة رئيس هيئة الأركان بعثة الحج التابعة لقوة دفاع البحرين لإضفاء مزيدا من التعاون والمحبة فيما بينهم ومع إخوانهم حجاج بيت الله الحرام، مزودا إياهم بنصائحه القيمة الداعية للتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعاداته السمحة، متمنيا سعادته أن يسبغ الله عليهم من نعمه ويزيدهم من فضله ويوفقهم لأداء مناسك فريضة الحج مع إخوانهم حجاج بيته العتيق. وفي هذا الصدد أشاد سعادة رئيس هيئة الأركان بالإمكانيات والتسهيلات الكبيرة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، والتي لها عظيم الأثر في أداء الحجيج لمناسكهم بطمأنينة وسلام، متمنيا لأعضاء البعثة حجا مبرور وذنبا مغفور، وداعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية وهي تنعم بالأمن والخير والازدهار.